الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية أكل الميت من طعام الحي في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. من يرى في منامه أن خالته المتوفية تتناول الطعام في البيت عندهم علامة على الأمراض والعلل التي تصيب أهل البيت. رؤية الابن أو الابنة، الولد أو البنت المتوفين يعني، يتناولون الطعام مع والديهم الأب والأم يعني، علامة على حصولهم على مبلغ مالي كبير. يعني الأب والأم اللي يشوفوا أولادهم الله يرحمهم متوفيين، دي معناها وبياكلوا معاهم، يعني معناها اللي هم هيحصلوا على ايه؟ على مبلغ مالي كبير. رؤية احد الاموات من جيرانهم يتناولون الطعام معهم علامة على السفر القريب. رؤية الزوجة الميتة تتناول الطعام مع الزوج علامة على زواجه الفترة القادمة. رؤية أكل الميت في المنام بشكل عام علامة على الخيرات التي ستصيب الأسرة. من يرى في منامه أن هناك أحد الأموات يأكلون أكل يأكلون علامة على التمتع بالصحة الجيدة. حلم أكل الميت طعام لشخص حي علامة على سماع الأخبار المفرحة. من يرى في منامه أن شخصا متوفى يأكل ويشرب من طعامه علامة على الأعمال الصالحة التي يقوم بها. رؤية أكل المتوفى من الأقارب من طعام صاحب الرؤية إشارة إلى الإصابة بالمرض. رؤية الأصدقاء المتوفيين يتناولون الطعام معا علامة على تقوية العلاقات بينه وبين عائلته. من يرى في منامه أنه يعطي الميت طعام علامة على خسارة الأموال. حلم إعطاء الميت طعام وتناوله إشارة إلى الخير القادم لصاحب الرؤية. رؤية شخص ميت يتناول الطعام معك علامة على المال الوفير الذي يحصل عليه صاحب الرؤية. إعطاء الطعام للميت وتناوله معا علامة على شعور صاحب الرؤية بالوحدة. أخذ الطعام من الميت إلى الحي وإعطاءه له علامة على نقص الرزق ووجود بعض المشكلات والأزمات. طلب الميت الطعام في المنام من شخص معين علامة على موته. إعطاء صاحب الرؤية الميت طعام وملابس علامة على موت صاحب الرؤية. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.